وجهت إلى أم أسترالية تهمة محاولة قتل مولودها الجديد الذي عثر عليه يبكي عند مصرف للمياه المبتذلة على حافة طريق في سيدني، حيث تعتقد الشرطة أنه صمد لخمسة أيام وقد سمع راكبو دراجات هوائية بكاء يتصاعد من فتحة المصرف البالغ عمقه 2.5 مترا على مسلك للدراجات بمحاذاة طريق سريع في غرب سيدني. وبعدما رفع عدة أشخاص بلاطة إسمنتية ثقيلة عثر في القعر على مولود جديد ذكر لا يزال ملفوفا بغطاء المستشفى. ووجهت إلى امرأة في 30 من العمر تهمة محاولة القتل بعدما تحققت الشرطة مطولا من سجلات المستشفيات ووضعت في الحبس على ذمة التحقيق.